كوباية فيها مية وديت ورقة، ايه اللي هيحصل لو حطيت الورقة كده بالمنظر ده؟ طبعا الورقة ثابتة. لو انا جيت بقى ايدي دورتها كده بالمنظر ده، تفتكر ايه اللي هيحصل للورقة؟ زي ما انت شايف كده الورقة ما وقعتش، طبعا مفيش حاجة تحت الورقة. تفتكر ليه الورقة ثابتة بالمنظر ده؟ فرقعت. استكمالا لسلسلة المواقع اللي احنا بدأناها مع بعض وشرحنا فيها الكثافة والضغط، واللي بالمناسبة هتلاقيهم ظاهرين لك في الآية اللي هنا او هنا، ولو مش شفتهمش بإمكانك ترجع تشوف. ذكرنا في الفيديو الخاص بالضغط تعريف الضغط، وقلنا هو عبارة عن قوة عمودية بتؤثر على مساحة. لكن لو عندنا مثلا كوباية زي ما هو واضح قدامنا كده، هاجي في الكوباية ديت وقوم حاطط جنيه، واجي اقول لك يا ترى الجنيه ده بيأثر عليه ضغط معين؟ هنلاحظ ان الجنيه هنا بيؤثر عليه الضغط الناتج من وزن المية، فنقدر نقول ان الضغط على الجنيه بيساوي قوة وزن عمود المية على مساحة الجنيه. هو انا ماسكه كده ليه؟ يعني البي بتساوي اف وزن على الاريا، يعني القوة على المساحة. وقوة الوزن زي ما احنا عارفين هو عبارة عن كتلة في عجلة الجاذبية، فنقدر نفك القانون ونقول له ان البي بتساوي ام جي على ايه. وهنيجي برضو نفك الكتلة اللي عندنا ديت من قانون الكثافة اللي قلت لك تروح تتفرج على الفيديو بتاعها، ومعروف ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، اذا الكتلة هتساوي الكثافة في الحجم. يعني نقدر نقول ان البي بتساوي رو فوليوم جي على اريا، على اعتبار ان احنا فكينا الام برو فوليوم يعني الكثافة في الحجم، فالرو هنا هي كثافة السائل، الفوليوم هنا هو حجم عمود السائل اللي فوق الجنيه، الجي هي عجلة الجاذبية، والاريا هي مساحة الجنيه. طب يا ترى حجم عمود المية اللي فوق الجنيه ده عبارة عن ايه؟ قالك عبارة عن شكل اسطواني. فلو قلنا الفوليوم اللي هو عبارة عن حجم الاسطوانة على المساحة اللي هي مساحة قاعدة الاسطوانة، ودي مساحة الجنيه، فالفوليوم على الاريا هيساوي الارتفاع، ارتفاع عمود السائل اللي هو اتش، ومنها نقدر نكتب الصيغة النهائية للقانون ان البي تساوي رو جي اتش. من الاخر ان الضغط عند نقطة في بطن سائل يعين من العلاقة ان البي تساوي رو جي اتش، حيث رو هي كثافة السائل وجي عجلة الجاذبية الارضية، ودي العوامل اللي بتأثر على الضغط عند نقطة في بطن سائل. فلو جينا الاول عامل عندنا وجينا نشوف العلاقة بين البي والرو يعني الضغط والكثافة، نلاحظ ان التناسب بينهم طردي، وده معناه ان كل ما كثافة السائل تزيد كل ما الضغط يزيد، والتمثيل البياني هيكون زي ما هو واضح قدامنا كده، التناسب بينهم طردي. التوضيح اكتر، لو فرضنا ان شخص نزل لنفس العمق في مية مالحة بحر مثلا ومية عذبة زي مية النهر، هنلاحظ ان الضغط هيزيد في حالة البحر، وده لان كثافة المية المالحة بيكون اكبر من كثافة المية العذبة. وتاني متغير عندنا هو العمق، وكل ما العمق يزيد كل ما الضغط يزيد، ونقدر نمثلها بيانيا بالمنظر اللي قدامنا ده، والعلاقة بينهم علاقة طردية. فوارد جدا لو نزلت لعمق معين الضغط يزيد عليك وطبلة ودنك يحصل فيها سكوب مثلا، يعني تتخرم، وغير كده الضغط هيزيد على جسمك مما يؤدي الى انكماش الرئتين مثلا واعضاء تانية، ويحصل مشاكل كثيرة جدا في جسم الانسان. ومن القانون العامل الثالث المؤثر عندنا هو عجلة الجاذبية الارضية، وزي ما احنا عارفين ان عجلة الجاذبية الارضية بتكون ثابتة في المكان الواحد، والعمق اللي هننزله تحت مش هيأثر بالصورة المطلوبة، فنقدر نهمل تأثير عجلة الجاذبية طالما في نفس المكان. من ابرز تطبيقات الضغط عند نقطة في بطن سائل عندنا هنلاحظ حاجة اسمها الأوان المستطرقة، واللي قايمة على مبدأ مهم جدا، ألا وهو إن جميع النقاط التي تقع في مستوى أفق واحد في سائل متجانس يكون لها نفس الضغط، وبناء على ذلك اختلاف شكل الأواني واختلاف حجمهم مش هيأثر على ارتفاع عمود السائل، يعني الارتفاع في كل فرع. وطبعا في تطبيقات تانية كتير جدا هنتكلم عليها باستفاضة ان شاء الله، زي مثلا الانبوبة ذات شعبتين، المانومتر، البارومتر، وقاعدة باسكال. بعد ما فهمنا الموضوع نرجع للسؤال اللي بدأت بيه الحلقة، ليه الورقة ما وقعتش من الكوباية؟ بس قبل ما اجاوب، فاكر انت الكوباية اللي كان جواها عملة هو الجنيه ده؟ في الواقع اللي بيأثر على الجنيه ما هوش ضغط المية فقط، ولكن في ضغط خارجي اسمه الضغط الجوي اللي بيأثر عليا وبيأثر عليك، بيأثر على اي حاجة موجودة على سطح الارض. فالضغط هنا بتاع العملة دقة هيساوي ضغط الهواء زائد ضغط الماء، يعني البي المؤثرة هتساوي
بي اتموسفير زائد روج اتش. نرجع للسؤال، ليه الورقه ما وقعتش؟ الورقه ما وقعتش بمنتهى البساطه بسبب حاجه اسمها فرق الضغط، وهوضحها لك اكتر. الورقه مؤثر عليها قوتين، قوه من ضغط الهواء وده بيؤثر بشكل عمودي على اي سطح موجود عليه، فالهواء هيأثر بشكل عمودي على الورقه من تحت ودي اتجاهها الاعلى، وقوه من ضغط الماء ودي اتجاهها الاسفل. يعني الورقه عليها قوتين، قوه الاعلى جايه من ضغط الهواء وقوه الاسفل جايه من ضغط الميه. وطبعا ضغط الهواء بيكون قيمته اكبر من ضغط الماء او ارتفاع الميه اللي قدامنا ده، عشان كده الورقه متثبته ومش هتقع. وقبل ما انهي الحلقه تعالى مع بعض نحل مثال كده نوضح بيه الدنيا واعرفك ازاي تتعامل مع المسائل. وبكده نكون انتهينا من حلقه النهارده، فلو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك وشير واشتراك على قناه اليوتيوب، لان ده بيساعدنا في تبسيط العلوم تحديدا الفيزياء دلوقتي. وما تنساش تنضم على جروب الانتروبيا، ولو عندك سؤال تتناقش فيه تقدر تحطه هناك. ومع الانتروبيا متعه الفيزياء في زياده مستمره. سلام.